بالنسبة للموقع، الموقع اللي هو جد جد ممتاز ديال هذا العقار اللي غادي نحاول نوصفه لكم، وماشي غير الموقع اللي كيثير الانتباه للوهلة الأولى كذلك، فهي لافينيسا، بما معناه الديكورات اللي داروا في هذا العقار، الديكورات اللي هما جداد، وبالنسبة للألوان اللي تختاروا كانوا هما ألوان اللي هي ناصعة اللي ما كتزيد إلا الشقة. ومن هنا كنعطي نصيحة للجميع، فاللون الأبيض انما كيعطيك الشقه ديال كيعطيك ليها مساحه، زائد كيعطيك ليها واحد العين يخدع البصر بالنسبه للمساحه، ما كتقدرش تقيم المساحه بالضبط ديال الشقه، كتبان لك كبيره وزايده فيها المساحه بالنسبه لهذا اللون الابيض، لا سيما فاش كيكون هناك مثلا لمسه من الالوان الخشبيه، ما كاينش ديك قوه الالوان ما الى ذلك. اذا سيداتي سادتي، معكم طريق من جديد من قناتكم افائل، القناه اللي مخصصه في مجال العقار، ورحبوا بكم اينما كنتم داخل وخارج المغرب، اذا كنتم كتشاهدوني في جميع المدن المغربيه او خارج المغرب كنقول لكم مرحبا بكم. وحتى نتوما الا كان عندكم شي عقار بغيتو تحطوه في البيع، فانا رهن الخدمه ورهن الاشاره ديالكم. بالنسبه للعقار ديال اليوم هو عباره عن شقق من فئه ديال السكن نقدروا نقولوا المتوسط، ولكن في النسون اللي هي فاخره. المدخل ديال العقار عندي هو هذا هو الباب، الباب اللي هو مقاوم للكسر، كنتواجد اليوم في احدى الشقق في عماره اللي فيها اربعه ديال الطوابق، وكل طابق فيه فقط جوج ديال الشقق، وبالضبط كنتواجد بمدينه مكناس، وواحد من الاحياء الجديده بمدينه مكناس، ولكن هذا الحي هذا بالنسبه للمحلات التجاريه ولا نهضروا على المرافق عامه، فكل شيء كاين حدا هاد الشقق اللي انا فيهم اليوم. علاش؟ لان الحي وجد، ما بقاوش فيه حتى القطع الارضيه مثلا اللي غادي يتبناو جداد ما الى ذلك. حي اناسي زعما يشهد له انه نجح في هاد الحي هذا، نجح لا من الناحيه التجاريه لا من الناحيه السكنيه، كذلك كان فيه سكن اللي هو متوسط وسكن راقي ذو جوده عاليه. عندي المطبخ ديالي كما كتشاهدوا معايا، مطبخ اللي فيه بلاكارات من الفوق فيه بلاكارات من تحت كما كتشوفوا، معطي هذا المطبخ عامر بلاوت ديالو لا بلاك الفورم والمجر. عندك بالنسبه للبلاصه عندي شوفوا لا ماشين لا في داروها في البالكون، حاجه اللي هي زوينه. وبالنسبه للشميشه مش مزيان، هذا العقار عنده واجهه اللي هي شرقيه وواجهه اللي هي غربيه. بالنسبه للمساحه ديال العرض ديال اليوم هي جوج ديال المساحات، كاين مساحه لما اظن ديال 117 ومساحه ديال 119 في الاوراق، بما معناه الاوراق بما معناه التدر فيهم. بالنسبه للمساحه الاجماليه ممكن تكون فيه المساحه اللي كتفوق هذا الشيء اللي وصف التباعد. عندنا البلاصه هنا المكان المخصص للتلفاز، داروه مغلف كله من نوعيه ديال ام دي اف بليزيطاجير ديالو، وحنا غاديين في هذا الممر اللي كله مصبوغ من الصباغه المقاومه للمياه. عندك هي العنبره، هنا عندنا الحمام رقم واحد، فيه دوش ديالو، فيه لافابو ديالو، وفيه التواليطات ديالو. حنا غادي هنا فين عندنا هذا الممر فين كيتفرقوا عندنا الغرف، وهذه هي اللي حاجه اللي زوينه بالنسبه لهذا العقار، ان عندك الغرف في بلاصه والمكان المخصص للضيوف وللاستقبال عندك في بلاصه اخرى. بالنسبه للبلاكارات اللي عندنا كلهم بلاكارات اللي هما جاهزين بالرفوف ديالهم، ومازال جمال هذا العقار هو ان هذه الغرفه هذه فيها بالكون ديالها. ونزيدكم هي عندنا من هذه الجهه هذه عندنا فيها الحمام كذلك ديالها، هو هذا. اما بالنسبه للشيء اللي هو مهم وكل شيء كينتظر يعرف الثمن ديال هذا العقار، فكما اكدوا لي اصحاب العقار الثمن هو 870000 درهم، كنهضروا على 87 مليون 87 مليون، ولربما يكون هناك شيء ما من النقاش ومن التفاوض. هذه هي الغرفه رقم 2، عقار ولا عماره اللي فيها المرآب ديال السيارات، فيها الدار ديال الاحساس ولا دار ديال الكونسييرج، وفيها المسعد. بالنسبة للفينيسا، فينيسا اللي هي متناسقة، ثاني إلا شفنا اللون ديال النوافذ مع اللون ديال الأبواب مع اللون ديال البلاكارات، فهناك تناسق اللي هو ممتاز، ما كيعطي للشقق إلا فخامة. هنا كتشوفوا معايا الغرفة الثالثة، فيها الشميشة داخلة حتى لوسط الغرفة. كنعاودها، كنتواجد بكم بحي أناسي بمدينة مكناس،
نقول لكم حتى نتوما كان عندكم شي عقار مثلا ارض فلاحيه او فيرما او فيلا فانا راه نقل الخبره ديالكم. انا اعزائي المشاهدين كنتمنى انني يكون وصفت لكم كل ما زعما اللي كنحتاجوه باش نعرفوه على هذا العقار. نقول لكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء.